هل كل الرجال خاينين يا دكتورة؟ الرجال والنساء. ما أنا صار لي ساعة أشرح أقول لك بالفطرة إحنا كلنا خونة، لكن فيه عندنا سايد يهذبنا. تالي مين يتهذب بالقانون؟ مين يتهذب بالأخلاق والعقود؟ مين يتهذب بالدين؟ بس هذه القصة كلها. هل خيانة الرجل لزوجته التي أذته أو كسرت كبرياءه ممكن يكون بدافع انتقامه واسترجاع لكبريائه؟ طبعاً اللي هي المحافظة على حالة الذكورة أو طاقة الذكورة بدون أدنى شك، هذه من أكبر الأسباب. ناقشتها في الكورس. ما هي الخيانة بالنسبة للرجل؟ ترى تعريف الخيانة يختلف عند كل شخص، هو وين عايش، وين موقعه من الإعراب، إيش ثقافته، إيش تفكيره، ايش دينه، ايش يعني كثير كثير اشياء، ايش القانون في البلد اللي هو عايش فيها. يعني في دول مثلا مثل اوروبا ولا في امريكا، انه يعني تجي واحدة تسلم على زوجي هذا طبيعي، كل الناس تسويها، ما راح احس انه في اي مشكلة كذا. هذه أعراف على قولتهم، هذه سلوم والعلوم عندهم، تجي وتسلم عليه وكذا، هذه الطريقة. بس لو كنا في السعودية وجت واحدة سلمت عليه بقول في شيء مو طبيعي، في شيء مو طبيعي. فيعتمد وين مكانك، إيش معتقدك، إيش يعني ثقافتك، إيش الثقافة اللي موجودة حولك. يعني في زمن كان مثلا النظرة الالتفاتة لامرأة يعني كذا انهم يناظرونها كانت اوه شيء كبير. يعني يختلف، في اشخاص مثلا يعتبرون السلام خيانة، الكلام خيانة، في اشخاص يعتبرون التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي خيانة، في اشخاص لا يقولك هذا لا كله مو خيانة لما يكون الموضوع والله فيه لقاء جسدي بين الرجل والمرأة. فمهم انك انت تعرفين وتصنفين، ومهم انك تتكلمين مع زوجك بعد على هذا التصنيف، عشان بكرة ما تلقينا مرس القلب ولا مرس الباقة ورد الوحدة بعدين تقولين يا خايب، بعدين يقول لا عادي ما هي خيانة، يعني هاي زميلة عمل ورسلت لها قلب او ورسلت لها باقة ورد، اتس اوكي. فناقش الموضوع، يعني اقعدوا مع بعض ناقشوا الموضوع، وش الخيانة بالنسبة لكم؟ هل خيانة كذا؟ هل خيانة كذا؟ هل سلوك هذا خيانة؟ هذا إيه؟ هذا لا. إحنا مجتمعنا إسلامي، أنا أتحدث لمسلمين، مسيحيين، ملاحدة، عشان كذا أنا أتكلم بهذه الطريقة. رسالة الخيانة تكلمنا عليها في الكورس، أنصحك بحضور الكورس. رد الخيانة بالخيانة تصير، لكن طبعا إذا وصلت العلاقة لهذه المرحلة، يعني أنت تعرف إنه إحنا في مرحلة يعني أخيرة، إحنا مش في يعني خلاص بنعاقب وبتنتهي القصة، خلاص يعني إحنا في مرحلة كثير متأخرة من العلاقة. كيف أسوي تنظيف بعد علاقة زوجية فاشلة؟ هل تسجيل فيديو يكفي إنه ينظف أو في طريقة ثانية؟ فيه في الكورس في ملف الخيانة فيه طريقة وضعتها، بحيث إنه هل الجروح اللي تنزف وتتألم المرأة منها بعد الخيانة كيف إنها تضبطها وكيف إنها تنظفها وكيف إنها تنتبه لنفسها. فإذا كنت مهتمة أنصحك بحضور الكورس لأنه راح يساعد كثير، لانه شوفوا انه في موضوع على قولتهم، في موضوع ملخبط حياتنا، شيء برا احنا تناقشنا عنه وما تناقشنا عنه، وفي جرح داخلي جواتي هذا شيء ثاني. يعني ما يعني مثلا هل انفصل، هل اضارب معاه، هل احط له تسجيل عشان اواجهه فيه، هل كل هذه الاستراتيجيات اللي ممكن تفكر فيها المرأة، هذا شيء، هذا كل كوم. والكوم الثاني انه انا عندي ألم
جسدي المشاعري مكسور وينزف. فأنا أريد المرأة اللي تتألم أنها تركز على هذا الشعور اللي جوا، أنها تنقذ نفسها وتحمي نفسها، لأن هذا هو المهم بالنسبة لي. هذا هو المهم، أني أنا أساعدها في اللي جوا، في اللي ينزف، في الألم الداخلي. يعني نغض البصر عن الخيانة إذا هي بالفطرة فينا؟ لا، أنا ما قلت كذا، أنا ما قلت كذا. أنا أقول إنه ما المفروض إنها تأخذ هذا الحجم، وما المفروض إنها كل مرة تسوي هذا السربرايز عند الناس، وما المفروض إنها تكون سبايسي من آلاف السنوات إلى الآن هذا الموضوع، ما المفروض إنها تكون صادمة للناس، ما المفروض، ما المفروض إن يعني نشعر إنه أوه انهارت الدنيا عشان صارت خيانة، ما المفروض. لكن هل نغض الطرف؟ لا لا، ما نغض الطرف. وخلينا ما ننسى انه كل شخص عنده اعتبارات في الخيانه، يعني هذا خيانه ولا مو خيانه، هذا خيانه ولا مو خيانه، هذا خيانه ولا مو خيانه، يعني المعاني عند الناس تختلف. ففي شخص يغض الطرف يقول ايه بس يعني دردش معاه في الواتساب، هو كذا يشوفها عادي. كيف أرجع الثقة بعد الخيانة وأعيش طبيعية؟ ابتداء ما المفروض أنه تنهز ثقتك بنفسك عشان في رجل خانك؟ ما المفروض أن أوصل هذه المرحلة؟ المفروض أنا معدة بشكل جيد بحيث أنه الخيانة ما تكسرني. لكن خلنا نقول أنه انكسرت ثقتي بنفسي، وهل أعيش طبيعية بعد هذه الخيانة؟ برضو أنا أقول ما المفروض أن نعيش بنفس، يعني لما يصير حدث كل شيء يتغير. ليش إحنا نبغى نكون زي ما كنا أصلا؟ ليش؟ ليش؟ لما تقول والله أنا الآن دخلت المتوسطة، كنت في الابتدائي، هل المفروض أني أعيش بشكل طبيعي زي أول؟ أقولك لا، أنت الآن في المتوسطة. طيب دخلت الثانية، طيب الآن أنا في الجامعة، هل المفروض يعني أني أتصرف زي ما كنت ثانية؟ أقول لا لا، أنت الآن في الجامعة الموضوع مختلف تماما. فكل حدث في حياتك راح يغيرك، ولازم تتغير بناء. ولا وش فايدة الأحداث؟ وش فايدة الأحداث؟ إنه إحنا قاعدين نشوف نتفرج على الأحداث وقاعدين في بلورة الحياة. أوكي عدي. أنا زي ما أنا، لا وش الفايدة؟ أحداث جاية عشان تطورنا، عشان تغيرنا، عشان ترفع مستوانا. لذلك نقول دائما ما هي رسالة الخيانة؟ لازم نعرف رسالة الخيانة، لازم أتطور، لازم أتغير. لا أنا مو أنا، أكيد مؤكد أنت بعد الحدث الخيانة مو نفس ما أنت قبل، ولا تحاولين أصلا تكونين نفس ما أنت. لا تحاولين تقولي عشان يعني إن رجعنا الأمور إلى مجاريها، لا ما راح ترجع الأمور إلى مجاريها، خلاص المجاري تغيرت. كان المجرى كذا صار المجرى كذا، انتهت القصة. لابد اني انا ابني قصة جديدة اذا اردت اني انا اكمل مع هذا الرجل او اكمل هذه القصة. ابني قصة جديدة تناسب الاحداث الجديدة، ما عادت القصة نفسها، ما عاد الان عندك معطيات مختلفة، لابد تفكرين وفق المعطيات اللي عندك. هل ممكن انها ترجع العلاقة بعد خيانة الزوج؟ انت الان تساليني تقولين لي هل في سيدات استمرت علاقاتهم وزوجاتهم بعد خيانه رجالهم لهم؟ ها سؤالك انت تساليني، يعني انه هل ممكن على ارض الواقع في سيدات يعني خانوهم رجالهم والعلاقه استمرت بعد الخيانه؟ يعني هذا هو سؤالك. احب اقول لك وبالفم المليان نعم نعم نعم، كثير كثير من السيدات ايضا والرجال تحصل خيانات ويكملون علاقة. هذا اللي قاعد يصير، هذا اللي قاعد يصير. لذلك هذا هو السؤال اللي انا بدأت فيه، ليش الناس مسوين الموضوع قصة كبيرة وانت ماشية عليك الحسبة على قولتهم اللي تعرفين ولا ما تعرفين، يعني بأعداد لا تتخيلينها.
تقول هل هذا موجود؟ أقول لك موجود. هل هذا صح ولا غلط؟ مين يحدد من الصح من الغلط؟ مين اللي يحدد الصح من الغلط؟ اللي يحدد الصح من الغلط هو الشخص اللي جوه العلاقة. الرجل والمرأة اللي هم جوه هذه العلاقة وعاشوها بألمها وبتأنيبها وبمطباتها وبلخبطتها وبفوضى الطاقة اللي فيها، هم اللي يحددون هل هذا الخيار صح انه احنا نكمل ولا هذا الخيار غلط. احنا ما نقدر نكمل، احنا ما نقدر اصلا نستمر مع بعض.